اتفضل ستي. معلش نشوف لنا اي لوكاندا تاني. مش ممكن، المرة دي جت سليمة وطردونا من اللوكاندا، المرة الجاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يسللك بعقلك، اهو طول ما انت على الرصيف كده وانا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان امك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده؟ ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح، وساعتها حلاقي ألف حلال. استريحتي؟ أوي، ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى أنا مطمنة أوي إن مفيش حاجة هتحصل. تصبحي على خير يا حبيبتي. وأنت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني أنام فيه، ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده، هتلاقيني بقطم رقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكلي على الله. يلا اهدى، انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده ببيت ابوك يا ست؟ انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشكل وتلاقيه حكايتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامعه امك. وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحملي يا حبيبي، انا هفرق. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما، لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح، اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما، تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكسي؟ الله يرحم ايام ما كنا من الشعب قد الترماي. سامعه؟ معلش. تاكسي. اتفضل يا ست هانم. خد بشيش. من فضلك توصل ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. حضرتك عايزاه للوكاندا يا ست هانم؟ بقول تحب تطلعي لاجل اللوكاندا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شاورما. تاكسي 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 تاكسي. حاسب يا اسطى. اتفضلي. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت حاجة؟ اخوانا ايه بالعمال دي؟ اي ايه ده؟ هتخلوا عندكم دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ايه بقى اللي بيحصل لنا؟ حد كلمه؟ البواخة بتاعتي. ايه ده؟ هو مفيش تكوس يعني؟ يلا يا بارد. خلاص يا دينا. يلا يلا بينا. يلا خلي عندكم ذوق بقى. ايه شغل الهم؟ ادينا نازلين. اتفضلوا. حد كلمك؟ عندي تهزروا جوه التاكسي. اخرج. ايه فوضى؟ بس كلام غير ده. يا اخي هو ده اللي حصل، انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط، دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت البتاع. يا بابا يا بابا انا شفتها بعينيا، دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا. طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتها كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت، قصدي بتاع ارواح، ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا بسيطة.
اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصيه ظريف. امي ام الله يرحمها. ايوه انا امي كانت ملبشه وكانت دايما ظريفه تعمل لها الف حساب. تمام كلمت. وامك اشمعنى اسمها ايه؟ حفيظه بنت مسعد. بلالم بلالم بالبليلة. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت. عمك مدبولي بيناديك وبدو يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفة بنت مسعدة مطلوبة في مهمة رسمية كلها خير وانسانية. هندور عليها بهمية. مهم استنى عليا شوية. ما تخافش مش هتتعب عم شبركيت. اكيد هتلوها دي معروفة عندكم كويس. بلاش يا اختي تكلم تودي نفسك في داهية. زمانها بتاكل دلوقتي مفتقة يا عم شبركيت. مظلومة ده يأذوكي بعدين. معاك حق يا اخويا. الطلب موجود والارسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبركيت؟ الوصول تبعتولها الاول دعوة من اللي عليه النية وصدق عليها من الأنصلية. ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبراخيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا. انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبراخيت ارجوك تحاول. واما من ناحية الاجر انا هكتر وعناول. وين 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 وين. ايوه طبعا احنا تحت امره. اديروا زرابيا. دي ماشي طمي عدسي وده عدسي طمي وده عدسي طمي. مساء الخير يا جماعة. أمي وحشاني أمك وحشاني. ودوني لأمي. ازيك يا أمك وحشاني. وانت كمان يا ابني. ليه يا أمك سنين لوحدي ليه؟ لحال الدنيا يا ابني محدش بيعمر فيها. وازاي الحال عندكم يا استاذ حفيظه؟ كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمه يا ريت. اللي في الجنه شايفين اللعيم والراحه يقولوا يا ريتنا كنا كترنا، واللي في النار يقولوا يا ريتنا ما عملنا ولا اذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير كنت عايزني في ايه؟ ظريفه يا اما ظريفه مطهراني في عشقي. وانا والنبي كمان انا عايزه اتجوز. دي مدوخانه كلنا يا استاذ حفيظه. الوليه دي مش ناويه تجيبها لبره. عدوك على اللي عاملاه عندنا كمان. عندكم قلب الدنيا موقع الملائكه في بعض والشياطين في بعض خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم رضيت تقبلها. الاربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجت لكم. والعمل يا اما مش عارف اعيش. دي جت ورايا اسكندريه. ولا يهمك سيبوها لي انا. انا من زمان معروفة منها. علي النعمة طول عمرك ست مجدع وما حد هيجيب دجا غيري. والله يا عاد بتعملوا اجتماعات سرية من ورايا؟ انت جاتي يا ظريفة؟ يا نهارك اسود اللي جابك هنا يا وليا. بتعدي صوتك على اقدم منك. مش عاملة حساب للاقدمية يا قبيحة قلة الادب. يا ناس يا برا ده دول ما هو مش عايزين يناسبكم. هو بالعكس هيتجوزها غصب عني. مين ده؟ بس اياك انت تتلبي وتروحي لهم البيت. سيب يا بنت بس. في واحدة هربانة من عندكم مبهدلانا الدنيا هنا. يا بنت سيب يا بنت. العنوان شارع الشرفة نمرة 4. الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. يا بنت يا بنت. لا ما تخافوش عليا انا ماسكاها من زمارة رقبتها. اهلا. تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطه الاتوبيس عشان ارجع لكم ومش عارفه زحمه مواصلات بقى. اتفضلي اتفضلي قدام. لا ليدي فيرست يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول.
اتفضلي. اوعي سيبي. العربية اللي خدوني فيها الكاوتش بتاعها فرق فسبتهم وهرب وجيت لك. وجايانا انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي. اعملي معروف، روح لهم تاني. روح اروح لهم؟ اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا. مروح دلوقتي ملوش لازمه يا خمس. وانا مال انا يا استاذ ظريفه؟ وانت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحداني، انت فرداني وانا فردانيه. قلت بقى يا بنت نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمة؟ لا، لمة ايه يا حياتي؟ هنتجوز بعض. اسددك، اطبخ لك، اغسل لك هدومك المقيحة دي. ها؟ ايوه. ده انت كده منفسة خالص. اخش منفسة في عينك. ده انت اصلك ما تعرفنيش، ده انا ههنيك، هبسطك، هخلف لك عفاريت صغنونة قد كده اهو، تحفراتك تجننك. تعالي تعالي ظريفة هاني. ظريفة هانم، صلي على النبي، صلي على النبي. خليل. ايه؟ هتموت. بص ايه، ما هتروح في الهوا. خميس. ايه؟ بص عليك يا خميس، سيبني لوحدي، انا خايفة. افتح يا خميس. النهاردة الجمعة، انا بقفل يوم الجمعة. مش هتفتح؟ لا. انا مروحة. مع السلامة. الى ربنا يخليكي البني ادم يا حضرتك. اعملي معروف، ابوس ايدك، ابعدي عني. بوس. انا ما رضيتش اتجوز بني ادميه، اتجوز عفريته. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقي، انا هنتحر. خميس. احب الموزه بنقطه. خد اما قايلين. تعالي وقعتيني. يا ده قوتي في سبع ارواح، انت عايزه ايه مني تاني؟ ما تسيب الجدع في حالك. مش كفايه انك ما عملتيش خير في دنيتك؟ اعمليه مره واحده في اخرتك. طب سيب قدامي. هتجوزه بس مره واحده قدامي يا ستي. سيبيه يخرب بيت سنينك. مدرجنه معايا ليه يا حاجه؟ قدامي. مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ عايزانا نعمل ايه؟ هو احنا قدرنا نعمل حاجه وما عملناهاش؟ من دلوقتي تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا خلاص سلمتها لبوليس الاخره. ينصر دينك يا شيخ. يا حبيبي يا حبيبي، وشاكر يامه قوي. حبيبي زي الاسد يتكف عليه مين الحسن.